يعني مثلا دكتورة رحاب، فكرة انها يكون عندها سوابق عاطفية دي تسمى انها ست جريئة ولها ماضي، يا ريت دي تسمى ست مش فما كويس. ينفعش انها تبقى مثلا زوجة ابني او زوجة اخويا او انا كراجل اتجوزها صاحبها اعجب بيها، لكن اتجوزها ده صعب. عقلية فيلم أوقات فراغ قوي. لا يعني انا شايفه انه يعني طبعا النقاش ده نقاش صحي قوي، بس اعتقد ان احنا زي ما بنقول عندنا في البحث العلمي، انا اسفه جدا على اللي اقوله ده، احنا محتاجين تعريف اجرائي لكلمه الجراءه. يعني زي ما الدكتور قال اوريدي، هو وصف فكره الجراه هي فكره انه البني ادم يبقى قادر على ان هو يعبر عن نفسه، ياخد حقه، يتحقق في الحياه، وده بغض النظر عن جنسه ايه، ذكر كان او انثى. لكن احنا مشكلتنا في المجتمع انه ويمكن ده له علاقه مثلا وانا مش عايزه ارجع لموضوع الفيلم لانه انا عارفه قد ايه ان هو في لغط، يمكن أكتر من حضرتك حاجة. ذكرت مثلا مثال بسيط، قلت سعاد حسني عملت ده، وانا برضو انا متفقه مع حضرتك جدا في فكره ان احنا نشير للشخصيات بشخوص الروايه مش بالممثل. في الحقيقه الفنانه الكبيره سعاد حسني وغيرها من الفنانات كان في مشاهد كتيره جدا وصفت وقتها بالجراه في افلام زي اين عقلي وغيرها، وكانت في النهايه وظلت يعني في مكانتها والكرنك وغيرها. لا بس انا بتكلم على اين عقلي لانه في مشهد على فكره مشابه جدا للمشهد اللي البعض يعني اثاره بخصوص الفيلم بتاع اعز اصحاب. بس بعيدا عن دوت وبعيدا عن كل النقاش المتعلق بالجرأه وانه عيب في حق الست مثلا، بس انا عايزه اقول مثال صغير وانا اسفه يمكن لو شخصنته. يعني انا كنت لسه من قريب حكي القصه ديت كاتباها عندي، عن انه سريعا انا كنت واقفه بركن العربيه بتاعتي واقفه ويتنج، فجاه واحد سايق عربيته فجاه خبط عربيتي خبطه كبيره جدا وقام جري بالعربيه، فانا قررت انه ارجع مارش داير بالعربيه وجريت وراه لحد ما وقفته. هل يعني انا دلوقتي ونزلت من العربيه ووقفته وبتاع، وفي الحقيقه انا ما كنتش عايزه اخد منه حاجه بس كنت عايزه اخد اعتذار لانه في الحقيقه ده حقي. فهل يعني البعض لما حكيت لهم الحدوته دي قالوا لا لا بس انت جريئه قوي، انت ازاي تعملي كده، ده طب ده يعني ما ينفعش. انت في شكل المجتمع الست جريئه، لا اكثر من جريئه، انت متهوره. مع انه انا مع انه لو نفس الحدوته دي حضرتك رجل يمكن حكاها، وانا هنا مش بقول ايه الصح ايه والغلط ايه، بس بتكلم على فكره تقييم المجتمع وثقافه المجتمع. ايوه انا عارفه هيبقى ان هو جدع ونزل خد حقه، بس احنا هيبصوا لنا على ان هيبصوا على القصه دي. وكويس انك حكيتي القصه دي عشان نخرج، هو ده بالظبط اللي احنا عايزين نقوله. فكره ان هو الناس هيبصوا لك انك انت متهوره، لان هو لو كان نزل سواء العربيه دي وضربك او رنك علقه ما حدش كان هيلحقك، وكنت هتبيتي كام يومين في المستشفى. كان هيسقفوا له على فكره والناس كانت هتنبسط. لا فكره ان هذا الكم من التهور، وانه لو مد ايدك هيحصل ايه، وهتدخلي جوزك، ما هو في الاخر وجوزك هيتخانق والعيله كلها ماتت، عشان انت خدتي حقوقك. لو في موقف زي ده، لو احنا بنتكلم بقى لو حصل اي نوع من السيناريوهات اللي حضرتك اثرتيها دلوقتي، ما هو ببساطه شديده انا اقول لحضرتك احنا المفروض ان احنا في دوله قانون، القانون لا يفرق بين المراه والرجل، ففي النهايه انا لو ليا حق انا هاخده، سواء كنت بقى راجل ست عيل طفل عجوز كبير صغير مش مشكله. احنا بغض النظر عن انا بتكلم فيه، وعلى فكره انا في الموقف ده في ناس كتير كانت بتسبورت مي او الانسب في هذا الموقف بتدعمني فيها. يعني بس الانسب في هذا الموقف لما يحصل لك كده بتقفي قدامه بالعربيه وتجيبي ضابط الشرطه وتعملي له محضر ويبقى ايه. بس ما بس هو الضيوف ما كانش للاسف مساعدني. سؤال سهيل، لان سؤال سهيل مهم جدا، وانا هنقل هنا معلش لفنانتنا الجميله سنه. سهير يمكن اثارت موضوع مهم جدا جدا، ويمكن هو ده روح الحلقه حقيقي. الست اللي بتعتبر عندها اكتر من قصه حب، بلاش ماضي عشان ماضي دي بحيث ان انا دخلت فيلم ابيض واسود. الست اللي عندها اكتر من قصه حب وبتفشل قصه الحب زي اي حد بيفشل في قصه حبه، لما بتيجي ترتبط برجل اخر، الراجل ده بيقول لها لمس اني ايد بقى. والله الحقيقه بقى، الحقيقه ان الدنيا اتغيرت، الكلام ده ما بقاش بيحصل بالشكل الكبير اللي متخيلينه، خصوصا لو عارف ان الست دي كان ليها تجارب او هي مثلا مطلقه، فاوريدي ده فاكت وحدث حصل في حياتها اصلا. بس انت في وجهه نظر امراه جريئه؟ لا، جريئه انك اتطلقتي؟ لا، جريئه انك تعرفتي على اكتر من راجل او اتجوزتي اكتر من او حبيتي اكتر من راجل. لا، الجواز حلال شرعا، ما حدش يقدر يتدخل فيه، واللي هيتكلم فيه ده اصلا ما ينفعش انه يبقى زوج اساسا. انا في نظري لو رجعنا للجراءه،
الجرأة في كلمة بس قلتوها في الأول عايز أعلق عليها، إن الرجل الجريء بزيادة برضو غير مطلوب وغير مرغوب ويفقد جزء كبير من الجاذبية. لا بس في ستات كتير بتحب الرجل الجريء نادرا تحبه من بعيد، بس ما أظنش إنها ممكن تفكر ترتبط بيه ويبقى ده جوزها، عشان هيبقى مشكلة بعد كده في الحياة. يعني الجراءة الزايدة والمجاهرة بكل حاجة بالنسبة للراجل تفقد الراجل جزء كبير قوي من جاذبيته الحقيقة يعني. وكذلك للست، بس العلاقات العاطفية السابقة في حياة أي ست بقت الناس تتقبلها زي ما احنا بنتقبل الراجل. الدنيا اتغيرت والسوشيال ميديا غيرت حاجات كتير قوي، بدليل ان احنا بنتكلم على الأسوأ ولا للأفضل؟ للأسف هو نوعا ما للأسوأ. طيب للأفضل في حاجات تانية، للأفضل في الماركتينج، عشان تعملي ماركتينج لبضاعة لمنتج لفيلم الحاجة. كمرأة في هذه المرأة الجميلة اللي موجودة في مجتمعنا احنا كستات، لو انا جيت النهاردة قلت انا اتصورت مثلا ومع بنتي ماشي وحاطه ميك اب، هيجي يقول لك شفت الست اللي عندها 50 سنه دلوقتي جننت الست بنتها قد في طولها وهي عايشه في دور النور. بقينا عرضه للانتقاد من اي انسان قاعد ورا التليفون، وبالتالي ده نرجع لموضوع الفنانات زمان ليه ما كانوش ينتقدوهم؟ عشان ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه غير صحفيين بيكتبوا في الجورنال فقط لا غير، وبالتالي الناس ما عندهاش راي واضح ومسموع. دلوقتي بقى اي حد يغلط اي غلطه او يعمل اي مشهد في نظر بعض الناس خارج عرضه ان هو ينتقد من اي حد.